السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساء الفل على كل متابعين ومحبين قناة سو بلدي. بقدم لكم عرض النهاردة، عرض من محمود قريش، عرض لسه جاي حالا. عرض النهاردة معايا، عرض النهاردة والد وعشر وعجول أنية، اللهم صل على النبي. معايا عرض تفاح النهاردة، ربنا يحمي اللي هيموت. بصوا يا جماعة، والله العظيم لسه جاية من عند الفلاح حالا، ما كملت لسه ميعاد حليب المغرب، ما كملت طرد اهو، واعلى خير فيها بكريه، وهتتفاجئوا من سنها، وعشر شهرين وراها بكره من 3 شهور ونص ل 4 شهور. ربنا يحفظك. والهداوه مش عايزه اقول لكم عليه. واللي هياخد على شرط بتحن من غير ابنها عادي، يعني بكريه وبتحن من غير ابنها، صاحبها مولفه اهو. صلاه الحبيب النبي، لا مال يفرح، مال يفرح. اه جايب لكم عرض النهارده، تفاح، تفاح امريكاني اللي عملت كده. صلى على النبي، صلى على النبي، عشان صلى على النبي يكسب. صلى على النبي، مال وجمال مش عايز بعد كده. تعال تعال، مال وجمال مش عاوز بعد كده، يعني بتطلع ان بتاعها بعدين كده بنعيد لنا كده، ومع رغم بقى الجسم والجرميه وعشر شهرين، اتفرج على السن اهو، من قليل قوي اللي تلاقيها والده وعشر ولبانه بالسن ده، فين السن؟ لبانه ما كسرتش ولا سن. هتولد كمان ولد ولسه لبان. تفاحة امريكاني يا عم الحاج، إيه؟ عليها لحمة بس ب 26، لو واحد هيغير طبيب مش هيعرف تغشر خالص. اهو طلع النبي تكسب، طلع النبي تكسب، مر اللي يفرح. وراها ذاكر احلى من 12000. سعر الاجل معانا كام النهارده بقى؟ ببلاش. سعر الاجل ده، العجل دي معانا كام النهارده؟ مهاش ب 40000 ولا 38000، ب 35700 جنيه بس. 35700. سعر عم محمود الحلاوه والطعام ده ايه؟ هات ابنها، هات ابنها. ب 35700، وراها ذكر احلى من 12000، وبتحن على الكف. اللهم صل على النبي. وفيها لبن، وفيها لبن يا جماعه، فيها لبن احلى من 5 كيلو، بس من 5 كيلو اطفاء بيرضع شقه، وبتاخد من بعد بتتناها احلى من 2 كيلو ونص. وكل ربنا ده اللي انا مستلمه، تاخد من ورا ابنها، ابنها بياخد شقه وانت تاخد شقه. مع عرض تاني تفاحه امريكاني. عجل عشر 3 شهور بالظبط وماشي في الوقت. تعال تعال تعال. دبابة. دبابة، اللهم صل على النبي. بص صورني بس كده، انا حاطط فتحتها. عجله من البشوايه، ربنا يحميها الله يرجوكم. خش على الاطفال، خش على الاطفال. انت يا ابو عزيز. هات السقف. يلا دخلنا، دخلنا الارض كلها. هات السقف كده. هات السقف. ابني. جوه جوه. ايه تعالى كده اهو. جوز واحد كسره جوز. اربط يا عم. سعر الرجله دي كان معانا النهارده بقى؟ ببلاش ب 24000 جنيه بس. ب 24000. وندخل على عرض العجول الانيه.
معايا يا زكريا. ذكرت في 6 شهور وذكرت في 3 شهور. مرسومين يا ده مرسوم يا جماعه، ما بيرضعش بياكل. موجود قديمه. تعال افرج المخيط كده وخليه ايه كل حاجه. اللهم صل على النبي. هذه الثانيه دي كده ورد الناس كده ورد الناس. ايوه اللهم صل على النبي. ده كريم ما شاء الله عليك. ربنا يحميهم من الغربوط. لف لف صل على النبي. الرجلين ده هما ب 22800 جنيه. ب 22800 لو هتجيب عجله توقفها فاضيه بحقها باتنين حقهم 22800 مع اخر عرض عجله عايزه بايه. انا هحط كده من ورا كده. اللهم صل على النبي. يا عبا عجلة تفاح ما ناقصها الا شوية اكل. عارف عارف على هنا فوق. سعر العجله دي كام بقى؟ سعرها بعد الصلاه على النبي 11500 جنيه. سعرها بعد الصلاه على النبي احلى من 12000. انا بعرضها لكم النهارده ب 11500. رقم التليفون 012 11 05 0919. العنوان بنها اليوبيه بجوار الطريق الزرقاء يا جماعه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.